إنه أشهر مدفع روسي في العالم، قد امتلكه الجيش المصري وظهر خلال مناورة قادر 2020. المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. كشفت صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية عن امتلاك الجيش المصري لأشهر مدفع روسي في العالم ذاتي الحركة أيار 122 ملي خلال مناورات قادر 2020. وذكرت الصحيفة أن القوات البرية المصرية حصلت على أعداد كبيرة من المدافع الذاتية الحركة التي توضع على سيارات أورالا. ونوهت الصحيفة أن هذه المدافع تحمل اسم D30M ومبنية على أساس مدافع الهاوتزر السوفيتية D30، ولديها القدرة على ضرب الأهداف على مسافة تصل 15300 متر، وفي غضون دقيقة واحدة يمكن إطلاق 8 قذائف. صنع هذا المدفع ليحل محل الهاوتزر القديم M30 ليصبح المدفع القياسي على مستوى الفرقة، وما زال إنتاجه مستمراً حيث تستخدمه قوات الدول التي تتعامل مع الاتحاد السوفيتي سابقاً. والهاوتزر 122 ملي سلاح متميز في إمكانياته، ويعتبر من أفضل أسلحة مدفعية الميدان في العالم، ويتميز بخفة الحركة والقدرة على الضرب في جميع الاتجاهات، وهو ذو دقة عالية في إصابة الأهداف، ويمكنه إحداث الثغرات في حقول الألغام وإنتاج ستائر الدخان وإضاءة أرض المعارك ليلا. يرتكز الهوزر في وضع الضرب على 3 قوائم، ويرفع العجل إلى أعلى ليسمح بحركة دائرية للمدفع في جميع الاتجاهات. ويستغرق إعداد الهوزر للضرب في وضع التحرك أو للتحرك في وضع الضرب في 90 ثانية. والهوزر مزود بمخفف للصدمة على فوهة البسطانة من النوع الفعال الذي يمتص حوالي 50% من طاقة الارتداد أثناء الضربة، مما يقلل من ردة الفعل على كراسي المحاور وأجهزة إيقاف الارتداد ويحد من زاوية قفز البسطانة. ويرتد المدفع في مهد على شكل حوضة، ويوجد جهاز الرجوع والإعادة الهيدروليكي الهوائي ضمن غلاف مضاد للشظايا مركب فوق البسطانة. كما يوجد أيضا درع صغير للوقاية، لكن جيوشا كثيرة من التي تستخدم الهاوتزر تقوم أحيانا بنزع هذا الدرع. ويعمل الهاوتزر بكفاءة عالية من دون أعطال في جميع الأجواء والأراضي وخاصة الصحراوية، مستخدم في أكثر من 30 دولة، وكان له دور فعال في معارك أكتوبر 1973 في تدمير الأهداف والاشتباك المباشر مع الدبابات. وتسحب الخرطوشة خارج غرفة الاحتراق بعد الإطلاق آليا، وتظل كتلة المغلاق مفتوحة لتعمير الطلقة التالية، وبذلك يمكن تحقيق معدل عالي للنيران. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.